عناوين نشرة الليلة، وزير الاتصالات يرد على افتراءات المر بالوقائع. طلب إلي السيد جابرييل المر أن أعلن عدم وجود أي مخالفة في محطة زارو، فاعتذرت لأنني كوزير الاتصالات لا أملك هذه الصلاحية. التيار الوطني يطعن في نفسه بجزين. كاد الطعن فيك تعتبره موجه نحو الداخل مش نحو الخارج، لأنه الخارج بيعرف أنه خسران معركته 18-0. مولدات حار تحريك تولد احتجاجات. صرنا أكثر من شهر، يعني أنا ما معي مصاري حتدفع اشتراك كمان، لسه العالم ميت من الجوع هون. محاكمات جابو تنطبق على بدر الدين، وهي تلجأ كباقي المحاكم إلى إجراءات محددة تستعين فيها بالسلطات اللبنانية. على نصب ضحايا هيروشيما، إكليل ورد ولا اعتذار. في النشرة، دمشق تدق على الخشب. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. في موسم الانتخاب الأخير، رياح الانتخابات تهاجر شمالا لتستريح عند البوابة الطرابلسية وضواحيها. ليالي الشمال الحزينة ستودع الصوت في الصناديق بعد سنوات عجاف لم يعلو فيها صوت على أصوات المعارك. وإن كان بين المتنافسين اليوم من سيتحول من قائد محور إلى قائد حرب بلدية بأوراق بيض وسمر، وقبيل الاستحقاق بساعات وقعت حروب صغيرة لم يقف في وجهها سد في جنة، لكنها استخدم جواز عبور للمؤيدين وللمعارضين على حد سواء. والبارز في هذه المبارزة اشتعال جبهة حرب باسيل بمفعول رجعي يوم كان وزير الخارجية وزيرا للاتصالات. غريم باسيل الانتخابي نيابيا اتهم رئيس التيار الوطني الحر بأنه يريد أن يبقي على الإمارة التي بناها بقرة حلوبا ومركز نفوذ انتخابي ومالي، لكن هذه الحرب الصغيرة خيط يسير من شبكة حروب يخوضها وزير الاتصالات في وجه حملة تلفها الشبهة يقوده ضده مالكو التلفزيون المر. والحملة لم تكن وليدة فضيحة الإنترنت غير الشرعي، بل انطلقت من كلام ناس ليلة ألقى وزير الاتصالات القبض على ميشيل جابرييل المر متلبسا بالطلب إلى وزير أعلان عدم وجود أي مخالفة في محطة الزعرور. لكن الوزير الملك اعتذر عما لم يفعل، متسلحا بتقرير موظفين تابعين لمؤسسة رسمية. هذا الموقف المبدئي لم يرق أصحاب المحطة، فرفعوا سقف التشهير، لكن حرب لم ينأ بنفسه عن فضائح بطعم مر، وأعلنها معركة كسر عظم ضد سرقة المال العام عبر تهريب اتصالات دولية. لاحق الأرقام خطا بخط حتى وصل إلى أول الخيط، وثبت بالوجه الجنائي أن بيت السرقة يقع في استوديو فيزيون. وعندما انكشف المستور قال جابرييل المر يا رب السترة، طارحا المهادنة. فجاءه الرد، أنا كوزير أقوم بواجبي ولا يمكنني تغطية أحد، وعبثا يحاولون تهويلا وترهيبا ومهادنة. الحقيقة تجرح
والحقائق تفضح، والتستر لإخفاء علامات السرقة يكشفه أسلوب الهجوم في معرض الدفاع. وهذه المرة فإن المريب لم يقف عند الكاد وهو يقترب من الخذون. عرسال تتظاهر تحت شعار زمن السكوت ولا وطفح الكيل. عرسال إلى الواجهة مجددة، لكن هذه المرة بإرادة أهلها الذين ملوا العزلة وإطلاق التهم عليهم ومناداته الوطني إلى احتضانهم. عرسال التي احتضنت الوطن من شماله إلى جنوبه تحتاج اليوم كل الوطن لأن يحتضنها وأن يكون معها. في كلمات النداء التي ألقاها رئيس البلدية باسل الحجيري في التظاهرة التي دعا إليها الأهالي بعنوان زمن السكوت ولا طفح الكيل، كان للجريمة التي أودت بحياة الشاب حسين الحجيري حيز واسع منها، وقد صنفها الحجيري جريمة فردية لا طائفية ولا مذهبية ولا حتى عائلية. عرسال التي تقتل كل يوم، عرسال قتلت في حرب 14 وقتلت بعد الحرب وقتلت منذ يومين بقتل حسين رحمه الله، وللأسف قتلت عرسال على أيدي أهالي الشهداء. وكان هدف التحرك أساساً هو المطالبة بالوصول إلى سهودهم ومحاصيلهم في الجرود العاجزين عن الوصول إليها منذ سنوات بسبب الأحداث الأمنية. إلا أن احتراماً لحادث الموت الأليم الذي صدم البلدة تأجل التقدم نحوها. وقد ألقى الشيخ مصطفى الحجيري أبو طقي كلمة حمل فيها حزب الله مسؤولية مقتل الحجيري، مطالباً بوقف القاتل محملاً آل حمية مسؤولية القتل. وغنى أبو طقي مواله وأكد أن بلدة عرسال ستبقى الداعم لإحرار الشام وكل الفصائل السورية المقاتلة وستقف معهم. ستبقى دماؤك الطاهرة لعنة تلاحق المجرمين. نادينا الدولة اللبنانية، قلنا لهم قوموا بواجبكم، فما وجدنا من مجيب. كما تحدث الوالد أبو علي العصفور الذي طالب الدولة بالاقتصاص من الجنات. على الدولة أن تحتكم للقانون وأن تنصت لصوت العقل وأن تسارع اليوم قبل الغد إلى اعتقال المجرم. وكانت الجديد قد التقت بعض الأهالي بخصوص ممتلكاتهم الممنوعين من الوصول إليها. هاي المنطقة اللي فيها الشجر الأساسي، منطقة المسلحين صارت بالاتجاه الشمالي. يعني الزاوية هاي، الزاوية هاي فيها مراكز للجيش اللبناني وفيها مراكز لحزب الله. المنطقة هاي الثانية هي اللي فيها المسلحين امتدادا لجرد راس معلبك اللي هونيك. أنا من المزارعين اللي عندهم 3000 شجرة. أنا روح من الرزق وانضرب البيت عندي، أنا مثل أي مزارع كمان، البيوت كلها انهرست. هلأ عم اشحد وآكل لأنه انقطع باب رزقه. هاود السجرات هاود هن باب رزقني. نحن 80% من المزارعين هذا مصيرهم. فهلأ نطلب من الدولة ومن حزب الله، ونحن لبنانية يا عمي، نحن لبنانية، ومبارح برهني على لبنانيتني. وعلمت الجديد أن قضية عودة أصحاب الأرض إلى أرضهم تجري بالتنسيق بين البلدية المنتخبة حديثاً والجهات الأمنية المعنية. كل الخطوات الجديدة التي تقوم بها البلدية والأهالي تصب جميعاً نحو هدف واحد. عرسال لن تكون إلا آمنة للوطن. يمنى فواز، قناة الجديد. وزير الاتصالات بطرس حرب يرد على حملة مالكي محطة MTV ضده بالوقائع. موقف الشيخ بطرس حرب مشبوه، أكيد مشبوه، لأنه ما عم بيقولوا اليوم تنورين يعني بطرس حرب، وفي أنتين بتنورين ما بيربطوها ببطرس حرب، بيقولوا تنورين. بعد اتصال رئيس مجلس إدارة MTV ميشيل المور في خلال حلقة كلام الناس على قناة LBCI مع وزير الاتصالات بطرس حرب منذ أسبوعين، اشتعلت الحرب بين الحرب والمر مشددا بعد تكرار المر اتهاماته ليوسف ولحرب. المشبوه ما له حق يقول عن الناس مشبوه، اوكي؟ إيه؟ اللي فيه اتفاق، اللي فيه تحقيقات حول كانه مشارك او لا، ما له عين، مش موقع يقول عني مشبوه. خلي التحقيق يجري بالقضاء، خلي حاجة ينصب حاله قضاء هو. للحقيقة الكلام اللي سمعته مش لايق.
وهذا الكلام ما بجوز يصدر على الناس بيعتبروا انه هن اصدقاء او في خبز وملح بيني وبينهم. الحقيقه انا كل ايامي اقول لهم لبيت المر حيش تعملوا هيك عم تحطوا حالكم في موقع المشبوهين. انتم عم تطبقوا المثل اللي بيقول وتبع المريب وكاد المريب ان يقول خذوني، يعني عم بيحطوا حالهم بموقع المتهم. إذا فتح الملفات في قطاع الاتصالات، دعا الوزير إلى مؤتمر صحفي لتبيان تفاصيل جديدة وتحديداً تلك المرتبطة بمحطة الام تي في ومحطة الزعرور والإنترنت غير الشرعي. إلا أن اكتشاف وزارة الاتصالات لشبكة الإنترنت غير الشرعي ووضع النيابة العامة المالية يدها على هذه القضية بعد أن تقدمت شخصياً كوزير للاتصالات بشكوى جزائية بحق المخالفين دون تحديد هويتهم، وبأمر من النيابة العامة التي طلبت من هيئة أوجير ومؤازرتها في فك كل المعدات والآليات المرتبطة بهذه الشبكة ومنها موقع الزعرور العائدة ملكيته لأصحاب محطة الام تي في. وبعد مصادرة بعض المعدات في هذه المحطة ووقوع إشكال بين موظفي أوجير وحراس الموقع، انقلب طلب إلي السيد جابرييل المر أن أعلن عدم وجود أي مخالفة في محطة الزعرور، فاعتذرت لأنني كوزير الاتصالات لا أملك هذه الصلاحية ولأنني لم أكشف على الموقع المذكور شخصيا، ولا يمكنني أن أؤكد أن هذا موقف أو غيره لأنه لدي تقرير محرر من الموظفين التابعة لمؤسسة رسمية لا أستطيع مناقضته قبل ثبوت عدم صحته. فبدأت الحملة على الوزارة وعلى موظفيها وعلي. وأعلن حرب أنه بعد جهوز ملف التحقيق في سرقة المخابرات الدولية سيحيل الملف مع ادعاء على النيابة العامة المالية لإجراء التحقيق وملاحقة كل مرتكب. بعيد الإشكال الذي وقع بين أصحاب المولدات الكهربائية ونائب رئيس بلدية حارت حريك الجديد، بحثت في خفايا القضية وعادت بهذا التقرير. مد الكابلات على الجسس 100% هيك بصراحة. أصحاب المولدات الكهربائية في حارة حريك قالوا كلمتهم، هم لا يسمحوا لنائب رئيس البلدية بإمرار كابلات الكهرباء لمصلحة أبنائه الذين يرغبون في دخول الكار نفسه، وذلك خوفا من حرب إلغاء اتهموا نائب الرئيس بشنها عليهم، ما أدى إلى اشتباكات بينهم وبينه قبل أيام. بدي يفوت علينا كلنا، بده يلغي كل أصحاب المولدات هون، هو بده يسيطر على كل شيء وبده يطحن الكل. اللي صار أنه طلب مؤازرة من الجيش بناء على طلب أنه هو كونه نائب رئيس بلدية، أنه البلدية بدها تمد كهرباء، طلب مؤازرة من الجيش ليجوا يشيلونا يلمونا كلنا من الطريق. حتى الجيش بس أنتوا يعني أصحاب الموتورات الباقيين؟ نحن أصحاب الموتورات هون، في يعني بده يلغينا وكل موتور معيش 10-12 عائلة وأيتام وفقراء ومساكين، ومش إنه هو بده يلغي الكل خلص، فايت هو لحاله وعنده رسم خريطة وعنده مشروع كبير. هذا المشروع هو شخصي وخاص ولكن باسم البلدية، هيدي خدعة على الناس، بما معناه إنه هذا المشروع اللي عم قوم فيه أحمد حاطون تعود أرباحه لإله شخصيا ولأولاده. رح يأمنوا كهرباء للناس 5 أمبير على العداد بسعر لا يتجاوز 35,000 ليرة. مص دم الناس ممنوع، هاي مشكلة ولادي لا أكثر ولا أقل. والموضوع له أكثر من 5 أيام 6 أيام كانوا عم يتصرفوا بطريقة مافيوية بطريقة ميليشيوية، وبغ وجود القوى الأمنية ما قدروا ولادي يمدوا الكبل. هن رافضين، يعني رافضين رفض قاطع. هن بأي حق إذا في حدا منهم مطوب له بيو الأرض خليه يقول هيدا ممنوع وهيدا مسموح، مش حقهم هن يمنعوا. هذا القطاع متاح للجميع. أصحاب المولدات الكهربائية يتهمون الحاج أحمد حطوم باستعمال نفوذه السياسي لإمرار المشروع تحت غطاء البلدية، في حين يؤكد الأخير أن المشروع يخدم مصلحة المواطن الذي سيدفع على قدر ما يستخدم من كهرباء. يعني أحمد حطوم استخل نفوذه كنائب رئيس بلدية واستدعى الجيش والقوى الأمنية شرطة البلدية لتمديد الكابلات بالقوة. هو حيفوت بتسعيرة قليلة، بياخد الزباين كلها مننا، بيرجع شوي شوي بصير يرفع الأسعار تدريجيا، مثل ما عمل بالبرج بشارع حاطوم، عنده موتيرين لأولاده، واحد موتير بشارع عبد النور، 3 موتيرات صار فاتح لأولاده. في تسعيرة عم تصدر عن البلدية، في تسعيرة عم تصدر عن وزارة الطاقة، أولادي ما بيسترجوا يتجاوزوا السقف لأنه أنا أول واحد بوقف بوجهن. إطلاقة هيدا المشروع كان تحت اسم بلدية حاطوم. مش صحيح. سموه اشتراك بلدة حارة حريك،
مثل ما في اشتراك الهادي واشتراك الصادق واشتراك القازم واشتراك الحارة. كان برعاية رئيس البلدية؟ صار في اعتراض على رعاية رئيس البلدية، ألغي الموضوع من أساسه وما أخذ الموضوع إلغاءه أكثر من 3 ثواني. وصلت فاتورة الاشتراك في مولد الكهرباء منذ نحو شهرين إلى 120 ألف ليرة لبنانية في الحارة، إلا أن أصحاب المولدات يؤكدون أنهم ملتزمون اليوم التسعيرة التي تفرضها البلدية. جوال الحجموسة، قناة الجديد. عقد وزير التربية الياس مصعب مؤتمراً صحفياً شرح فيه التدابير الإدارية واللوجستية والتربوية الجديدة التي تعتمد للمرة الأولى في الامتحانات الرسمية. المراكز مثل ما قلت لما صغرت صار أعدادها مختلفة، يعني اليوم في عنا بين 25 و30 شخص كل مجموعة من الأساتذة اللي هي بتشرف على مركز. في عنا رئيس المركز، في عنا مساعد إداري، وفي عنا مراقبين بكل غرفة، وهن يا 8 غرف يا 10 غرف عم بتكون المراكز. وفي عنا لكل 3 غرف مراقب عام، وفي عنا كمان احتياط، عن كل 6 مراقبين في عنا استاذ احتياط. بقى هيدا الفريق لكل مركز بيتشكل من 25 ل 30 حسب اذا عنا 8 غرف او 10 غرف. هيدا الموضوع تنظيميا كتير مهم، والتوزيع على المراكز كيف صار توزيع الطلاب وكيف صار توزيع الأساتذة كمان لأول مرة نعمل بشكل مختلف عن السابق. كنا نعرف أنه المناطق التربوية توزع الطلاب على المراكز وتوزع الأساتذة اللي بدو يراقبوا على المراكز بنفس الطريقة، وكلكم سمعتوا مثل ما أنا سمعت أنه فينا نحكي مع حدا بحطنا بالمركز الفلاني ومنتأكد أنه مين عم يشرف على هذا المركز، وبالتالي فينا نحكي نحن وياه خارج قبل الامتحانات بعد الامتحانات لا مزيد من المساعدات. تما نقول شيء تاني، هذا الموضوع اليوم انتهى لأنه جبنا كل المعلومات على وزارة التربية بمساعدة قطاع، بمساعدة دائرة المعلوماتية، دائرة اسمها وحدة المعلوماتية، إن شاء الله بتصيروا رسميا بالدولة وبتصيروا دائرة وحدة المعلوماتية. قدرنا نعمل برنامج بيوزع عشو يعني بشكل غير معروف، يعني ما في وصاية، لا مبرر لإلغاء الامتحانات الرسمية. وزير البيئة محمد المشنوق يوضح في مؤتمر صحفي أنه طلب وقف مشروع سد جنة بناء على الدراسة التي قدمتها وزارة الطاقة، ويقول إن موقفه من الأمر ليس سياسياً. إذن الموضوع ما في سياسي، قد يكون هناك عند البعض رغبة بالمزايدات بالمسايرات لفئات من المجتمع لجمعيات أهلية، لكن مش نحن. بمجلس النواب التقيت بالوزير باسيل، قال شو بدك توقف لي السد؟ قلت له نحن ما عم نوقف شيء، نحن ما عندنا معلومات، ما عندنا دراسة أثر بيئي. قال بدك دراسة الأثر البيئي بكرة بتصير عندك. فعلا وزارة الطاقة بعثت لنا الدراسة وفوجئنا بأنه هذه الدراسة عمرها 8 سنين ومنتهية طبعا صلاحيتها، لأنه هيك الدراسات ما بتعيش أكثر من 2 سنين. واكتشفنا أكثر من أنه في كتير نواقص فيها، يعني ما فيها دراسة جيولوجية وهيدروجيولوجية، دراسة الترسبات، دراسة عن الموقع، دراسة عن التأثيرات البيئية، المقابلات مع العامة اللي طبعا لازم تتم. لكن ما حبينا نحن إلا نكون إيجابيين، فطلبنا من الوزير أنه نعقد جلسات مستمرة مع وزارة الطاقة لحتى نعالج هالموضوع. انعقد 3 جلسات، هالثلاث جلسات موثقين وفيهم محاضر، واكتشفنا نحن بنهاية هذا الموضوع سوا بأنه عدد من البنود البيئية كانت بحاجة للدرس وفي نواقص ما استكملتها دراسة الأثر البيئي الأولى. فقرر وزير الطاقة مشكوراً أنه يعمل دراسة أثر بيئي جديدة، وبدأوا بهذا الموضوع بأول سنة 2015 على أساس بتاخد 4 أشهر، بعدين قالوا لنا يمكن تاخد 6 أشهر. غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط عبر حسابه على تويتر قائلا: أما وقد بدأت الأعمال في سد جنة وبغض النظر عن بعض الأضرار البيئية التي لا مفر منها نتيجة طبيعة جبل لبنان،
فإن إيقافه يكون ضربا من الحماقة بحق أهمية تخزين مياهنا والاستفادة منها بدلا من تركها تضيع في البحر. وأضاف جملاط: كل الأودية في جبل لبنان تتشابه تقريبا، لا مفر من تضحية ولو صعبة من أجل تخزين الثروة المائية. أوقفوا الكسارات والمرامل العشوائية والمتوحشة مثلا في ميروبة وظهر البيدر، انقلوها إلى السلسلة الشرقية، إلى عرسال مثلا المنكوبة. محاكمة محمد صالح جربول جاموس في دارفور، هل تنسحب على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فيما يتعلق بالشهيد مصطفى بدر الدين؟ تقرير علين حلاق. في عام 2014 أوقفت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة أحد القادة السودانيين المتمردين في دارفور المدعو صالح محمد جربو جاموس بعدما تبين أنه قتل في إحدى المعارك في شمالي دارفور. المحكمة تلقت أدلة تشير إلى وفاته ولم تطلب وثيقة وفاة رسمية، وتركت الباب مفتوحا لاستئناف المحاكمة في حال توافرت لاحقا معلومات تظهر أنه ما زال على قيد الحياة. اليوم الأمر نفسه يتكرر مع اغتيال قائد حزب الله الشهيد مصطفى بدر الدين، أحد المتهمين البارزين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فستعقد المحكمة الدولية جلستها الثلاثاء المقبل لبت قضية بدر الدين، وتشير المعلومات إلى إمكانية وقف المحاكمة مع إصدار عائلته وثيقة وفاته الرسمية، مستندة بذلك إلى الاجتهاد المتعلق بإيقاف محكمة جابو. وتشير المعلومات إلى إمكانية وقف المحاكمة مع إصدار عائلته وثيقة وفاته الرسمية، مستندة بذلك إلى الاجتهاد المتعلق بإيقاف محكمة جابو. المحكمة الدولية تقف أمام كل واقعة وفاة موقف المتحفظ من أجل أن تستثبت وتتيقن من صحة الوفاة، وهي تلجأ كباقي المحاكم إلى إجراءات محددة تستعين فيها بالسلطات اللبنانية. إذا ما تم تحقيق كل هذه الإجراءات بالصورة التي يرتاح إليها عقل وضمير المحكمة الخاصة بلبنان، آنذاك تكون الدعوة العامة بحق المتهم مصطفى بدر الدين قد سقطت، ولا مجال لإيقاع العقوبة بحقه. فإذا كان المتهم قد ارتكب هذا الفعل، فيمكن ملاحقة ورثته بالحق الشخصي إذا ما توفر. حكي عن أنه يجب الاستثبات بواسطة الدي أن إيه وغير ذلك من الأمور. طبعا فحص الدي أن إيه كاف لإثبات هذا الأمر. هل يؤذن بذلك أو لا يؤذن؟ هل يسمح بهذا الأمر من القوى التي تتولى هذا الأمر على صعيد الواقع؟ مسألة سنراها. تقول المعلومات إن المحكمة قد تتطرق إلى التقارير الإعلامية التي أعلنت استشهاد بدر الدين في سوريا، وهي ستصدر حكمها تبعا لأعلى المعايير الدولية. ألين حلاق، قناة الجديد. بدر الدين ومغنيه كانا يترصدان المناطق المحتلة قبل ساعات من تحريرها. تقرير نعيم برجاوي. الحمد لله على السلام اللي حررنا بلادنا. قبل 16 عاما، وفيما كان الجنوب يتهيأ لانسحاب آخر جندي محتل، كان الشهيد مصطفى بدر الدين يترصد العدو الإسرائيلي من على قلعة شقيف بمرافقة الشهيد عماد مغنية وثلاثة قياديين آخرين في حزب الله. هذا ما كشفته وثيقة للاستخبارات الإسرائيلية. فبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي الخاص بالإرهاب والاستخبارات، فإن بدر الدين رصد في منطقة قلعة شقيف قبل ساعات من بدء الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000. حينذاك دخل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في حال طوارئ كبيرة، وأخرج خطة مضمونة لاغتيال بدر الدين مع من معه، خصوصا أنه ورفاقه تصرفوا بأريحية وكانوا مكشوفين، وذلك بحسب ما جاء في الوثيقة. إلا أن خطة الاغتيال أجهضت وقت ذاك برفض رئيس حكومة الاحتلال إيهود باراك بصفته المسؤول الأول عن الاستخبارات، بعدما كان قد اتخذ قرارا بالانسحاب من لبنان من دون عراقيل.
ومنذ إعلان استشهاد بدر الدين قبل أسبوعين وحتى اليوم لا تزال تتكشف معلومات حول تلك الشخصية، سواء على لسان عدوه أو حليفه، وجديدها أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي الذي التقى عائلة بدر الدين لم يكن على معرفة شخصية مسبقة بالشهيد، وقد تجلى ذلك من خلال قول الخامنئي أمام عائلته: لقد سمعت كثيرا عن شخصية هذا الشهيد العزيز الصلبة والحديدية. وفي خلال هذا اللقاء أيضا وصف الخامنئي عائلة بدر الدين بعائلة الشهادة، كما أهدى ختمه لعلي نجل الشهيد مصطفى بدر الدين. التيار الوطني الحر يتوجه نحو الطعن في نتائج الانتخابات البلدية بجزين التي فاز فيها. تقرير آدم شمس الدين. يستعد العونيون للطعن في نتائج الانتخابات البلدية في جزين. جهز الملف وباتت الأوراق منجزة للتقدم بطعن في انتخابات فاز التيار الوطني الحر فيها ب14 مقعدا من أصل 18. استحصل عليها التيار تحت شعار نحن لجزين، لكن الفوز بأغلبية المقاعد لم يمنع من إسقاط رئيس اللائحة خليل حرفوش وثلاثة مرشحين آخرين. الناقمين كان عندهم فرصة يتولوا سدة البلدية وما نجح، لذلك تقييمهم لنفسهم لازم يكون بالأول قبل تقييمهم للآخرين. خلينا نحط الأمور بنصابة وبشكل واضح، كل اللي عم بشطبوا كانوا بسدة المسؤولية وما نجحوا، وعلي على بيت استفهام على أدائهم البلدي بالطول وبالعرض. اثنين، بمعزل عن كيفية اتخاذ القرار وانزعاج البعض من اتخاذ القرار ببعض الأشخاص، وقت اللي بتوصل القصة للسياسة تسقط كل الاعتبارات الشخصية ومنروح كلنا باتجاه المعركة السياسية. على أن الطعن ليس موجها إلى المنافسين الراسبين، بل هو رسالة داخلية من التيار العوني إلى مناصريه الذين تمردوا. هذا الطعن مش موجه للائحة الأخرى، لأنه بحساباتنا الانتخابية اللائحة الأخرى كانت ساقطة 18-0، نتيجة 2010 تكررت في عام 2016، لذلك هذا الطعن فيك تعتبره موجه نحو الداخل مش نحو الخارج، لأنه الخارج بيعرف أنه خسران معركته 18-0. الطعن في الانتخابات يستند إلى أوراق غير قانونية وزعت على المنتخبين في جزين، سيعتمد عليها التيار الوطني الحر. حسب المعطيات والأمور اللي عم يتم تداولها، أنه الطعن مقدم بمخص الأوراق المعتمدة للانتخاب، اللي هي عم يتم القول أنه هي كانت معلمة بطريقة التغليف نايلون، وهذا الشيء السبب اللي خلى الفريق المتضرر والخاسر أنه يقدم الطعن. جزيل لم تكن الحالة الأولى التي تشهد طلبات للطعن في نتائجها، إذ سبقتها طلبات في عدد من البلديات. منذ بدء سير العملية الانتخابية في ما يقارب 10 طعون أو أكثر، هي بطريقة إلى تقديم باتجاه مجلس الشورى الدولي. بالنسبة لمجلس الشورى الدولي في مهلة 6 أشهر للبدء بالطعون المقدمة. 6 أشهر هي المدة المحددة لكي يصدر مجلس شورى الدولة قراره في طلبات الطعن المقدمة، ومنها جزين. 6 أشهر لتحديد ما إذا كان التيار سينجح في تأديب مناصريه بعد تأديب منافسيه. آدم شمس الدين، قناة الجديد. قرية آسيا البترونية تخوض المعركة الانتخابية للمرة الأولى بعدما حلت السياسة مجلسها البلدي منذ سنتين. تقرير ليال بوموسى. شوارع قرية آسيا البترونية تشهد للمرة الأولى معركة بلدية بين لوائح مكتملة، فالقرية التي لا يتجاوز عدد المنتخبين فيها 1000 لم تعرف سوى السفير إميل بدران رئيساً لبلديتها، فبدران حظي بثقة أهالي آسيا في انتخابات فرعية عند تأسيس البلدية عام 2002 وفي انتخابات عام 2004 حيث لم ينافسه إلا بعض المستقلين، وفي عام 2010 أكدت القرية ثقتها بالسفير ففاز بالتزكية. على الرغم من المشاريع الإنمائية الكثيرة التي حققها بدران في بلدته، فقد حلت السياسة المجلس البلدي قبل 2 من انتهاء ولايته. الخلاف السياسي ظاهراً كان أنه بين القوات، حزب القوات وبقية الناس يعني بآسيا. كنت بدي أعمل معمل لتكرير النفايات، كنت على اتصال بالاتحاد الأوروبي وأخذنا الموافقة على إهبات نعمل المعمل. صار في معارضة بالضيعة على وجود هالمعمل، وما استوعبوش الناس هونيك الشيء اللي قلت لهم إياه، إنه هيدا
مصنع معالجة، مش مكب ولا محرقة. الشغلة الثانية انه بدي اعمل طريق الكنيسة، وتنظيم المادة الفرضي تكون 10 امتار، هي رح تكون 6 امتار، وفي مترين رح يكون في ارصفة واشجار وزهور. هلا تعاموني اني انا بدي اعمل قصية سويسرا، وهني ما بدهم سويسرا، وهيدي بتاخذ من الاملاك على اليمين وعلى الشمال. انا نازل يعني مستقل عن الاحزاب، لانه اللائحة الثانية هي مدعومة من القوات ومن التيار العوني. غرفة العمليات الخاصة باللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر والقوات باتت جاهزة، والتشنج واضح في الأجواء. تعرف الوضع الحالي، اتفاق بين التيار والقوات، كمان نحن اتفقنا بين التيار والقوات، عمل تخطيط رئيس البلدية وأقدم على ساحة البلدة بتخطيط بعرض 12 متر. ساحة البلدة كانت لوقف مرجريس أصيا، أصبحت لملك الدولة اللبنانية، وهذا السبب الوحيد الأولي والجوهري إن نوقف هالتخطيط ونرجع نعمل إعادة النظر فيه، لأنه تعرفي ساحة الضيعة لأبناء الضيعة مش للطرقات العامة. أهالي آسيا منهم من يرحب بالمنافسة، ومنهم من يعتبرها معيبة في حق من قدم لهذه القرية الصغيرة إنجازات كبيرة. ليال بوموسى، قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. حسين الهواري هرب تاركا مذكرات التوقيف وراءه. قاتل وسام بلايق هرب إلى سوريا بعد ارتكاب جريمته، لكن تبين أن إذاعة الجرس سكوب كانت قد بلغت عن حسين الهواري منذ نحو شهر لإطلاقه النار في الهواء في أثناء خطاب للسيد حسن نصر الله. حسين الهواري معمول تويت بتاريخ 22/4/2016 لقوى الأمن الداخلي، ورح نبعث لكم هلأ بتصوروا واصلة لقوى الأمن الداخلي، وبرضو محنة واصلة وعملين لهن قبول، يعني أنه وصلت لعندهن، عملين لتاج، وبهالطريقة هايدي يعني اعتبرنا نفسنا اللهم اشهد أننا بلغنا. بحسب قوى الأمن الداخلي فأن الهواري مطلوب بمذكرات توقيف عدة قبل بلاغ الجرس سكوب، ولا يرى العقيد جوزيف مسلم وجود أي تقصير. هذا الشخص موقفينه 3 مرات قوى الأمن الداخلي بعدة جرائم. أول مرة توقف 6 أيام، ثاني مرة توقف 15 شهر، ثالث مرة 7 أشهر. بعد ما طلع، يعني آخر مرة عم نحكي بال2013، استمر ببعض الأعمال المخالفة للقانون. في بحقه عدة مذكرات وتوارى عن الأنظار، يعني بطل موجود، يعني صار مثلا بعد التحقيقات، حاليا بعد التحقيقات بيّن أنه مستأجر شاليه بطبرجة، وبتنقل ما بين البقاع وطبرجة، وبيجي بأوقات فجائية على بيروت وبيرجع بيختفي. لو توقف بعملية إطلاق نار، يعني نحن بنعرف الأحكام عم تكون وفقا للقانون العقوبات، يعني عم تكون جدا غرام مالية أو توقيف يومين أو عدة أيام يعني فقط لا غير. المشكلة إذن هي أن الحكم على مطلق النار في الهواء يقتصر على دفع كفالة مالية، وهذا ما دفع النائب غسان مخيبر إلى تقديم اقتراح قانون يجرم ويغرم مطلقي النار. ومن هون أهمية اقتراح القانون، أنه أولاً صار توقيع عليه من 10 نواب بيمثلوا مجموعة كتير واسعة من الكتل النيابية، تمثل اتجاهات مختلفة، اللي بدها تقول أنه المجتمع اللبناني ككل بما فيهم السياسيين مجمعين على رفض هذه الظاهرة ومطالبين بالتشدد فيها. ليش هلأ؟ لأنه عم بيطلع ضحايا، صار ضحايا. أنا كنائب واجباتي أني طالب بحسن تطبيق القانون بحالته الحاضرة واسعى لتعديله للتشدد فيه. هو قانون قد يردع مطلقي النار في حال إقراره، ولهذه الغاية نظم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب وقفة استنكار أمام وزارة الداخلية، حيث طالب المعتصمون القوى السياسية برفع الغطاء عن العابثين بأمن المواطنين. مياومو كهرباء لبنان يعلنون أن اعتصاماتهم ستبقى مفتوحة أمام مكتب المدير العام وفي أي مكان يرونه مناسبا حتى تحقيق المطالب.
اعتصم مياومو شركة كهرباء لبنان في الطابق 13 من المبنى المركزي للمؤسسة، حيث مكتب رئيس مجلس الإدارة المدير العام كمال حايك، وقد أحضروا معهم الدواليب مهددين بحرقها، معتبرين أنه بعد المماطلة والتسويف وعدم الالتزام ببنود الاتفاق الذي أدى إلى فض الاعتصام عام 2014، وبعد مضي أكثر من 3 سنوات على صدور القانون، لم يخضع أكثر من 1650 مياوم للامتحان. ويضيف المياومون أنه كانوا قد وعدوا عبر اللجنة السياسية يوم فض الاعتصام بأن لدى إدارة كهرباء لبنان نية لاستحداث مراكز جديدة، كما أنها ستعمل على إضافة عدد المتقاعدين بهذه الفترة، إضافة إلى الترفيعات في ملاك المؤسسة الذي يسمح بزيادة الحاجات بالفئة الرابعة وما دون. وحتى هذا التاريخ لم يحصل شيء مما ذكر، بل تقوم إدارة كهرباء لبنان كل فترة بإدخال مياومين جدد عبر شركة ترايكوم لسد حاجة المؤسسة، ومعظمهم من لون سياسي واحد ومنطقة واحدة. بدورها وصفت مؤسسة كهرباء لبنان ببيان ما حصل باحتلال للطابق 13، وأكدت المؤسسة أن الإدارة لطالما أبدت كل التفهم لقضية هؤلاء العمال ضمن القانون، وشرحت لهم حقيقة الأمور بكل وضوح دون أن تعطيهم وعودا واهية، وناشدت جميع المعنيين التوقف عن جعل المؤسسة مسرحا للتجاذبات والرسائل السياسية، كما ناشدت القوى الأمنية العمل بجدية على إنهاء هذا الوضع الشاذ بما يسمح بتسيير العمل في هذا المرفق العام الحيوي. وهاب يرى أن النسبية في الانتخابات النيابية تبقى الحل الأمثل لتجديد الحياة السياسية، ويحذر من العودة إلى قانون 60. رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب خلال رعايته احتفال التخرج السنوي لطلاب ثانوية الرويس الدولية أن السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير، حيث طرح مضبطة اتهام متكاملة للذين يرفضون مشروع النسبية، الذين يريدون العودة للقانون الأكثري أو ما يسمى قانون 60. نعيش في وقت تجري فيه الانتخابات البلدية في لبنان، والانتخابات البلدية تؤكد بأنه لا مبرر بعد اليوم لتأجيل الانتخابات النيابية، ولكن هناك خطة خبيثة يقوم بها البعض لتأجيل بث قانون الانتخاب علّه يستطيع أن يفرض علينا القانون الذي يريد. وبالأمس السيد حسن طرح مضبطة اتهام متكاملة للذين يرفضون مشروع النسبية والذين يريدون العودة للقانون الأكثر أو ما يسمى قانون 60، وهؤلاء هدفهم الأول والأخير هو إعادة إمساك السلطة، وحاولوا واليوم يريدون في قانون الانتخاب أخذ ما عجزوا عن أخذه في العام 2006 خلال العدوان ثم في الخامس من أيار. أهلا بكم من جديد. الحرب السورية فشلت في النيل من عزيمة حرف دمشق. في وقت تمزق الحرب بلادهم، يتمسك حرفيو دمشق بمهنتهم التقليدية. هنا في محطة الحجاز التاريخية لسكك الحديد بالعاصمة السورية، يتجمع هؤلاء الحرفيون عارضين صناعاتهم ومهاراتهم. القطاع السياحي طبعا تضرر بسبب انه كثير من اصحاب الحرف التقليديه ما عاد يقدروا، ما بيكون في عدد سواح كافي انه يشتروا المقتنيات، لذلك اليوم عم نحاول نعوض الحرفيين بانه تتصدر منتجاتهم وتتروج بالشكل الصحيح من اجل تعويضهم عن الاضرار اللي صابتهم من خلال ضرر القطاع السياحي وعدم قدوم السواح. على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها، لا يزالون يواظبون على نقش الآنية النحاسية التقليدية وينتجون تحفا طالما أغرت السياح قبل بدء الأزمة في البلاد. والمواد غليت كثير كمان، حتى المواد اللي نحن بنجيبها هي مواد الصدف والأخشاب كله هذا غلي وخفت المبيعات، ولكن نحن ما عندنا هي مصلحتنا ومصلحة آبائنا وأجدادنا، ما فينا نتركها. تأثرنا بسبب الأزمة يعني تقريبا 50%،
وفرق العملية أثر علينا، صار عدم وجود استقرار لأي مادة بنشتغل فيها. كادت الحرب في سوريا تلتهم كل شيء، إلا أنها لم تلتهم عزيمة هؤلاء الحرفيين ولا إصرارهم على بقاء هذا الفن الأصيل أصالة مدينتهم وبلادهم. القوات العراقية تطوق مدينة الفلوجة وتستعد لتحريرها من فلول داعش. تستعد القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي لخوض المعركة النهائية لاستعادة مدينة الفلوجة الواقعة في محافظة الأنبار من داعش، وذلك غدا استكمال التطويق الكامل للمدينة التي تقع على بعد 50 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة بغداد، وتحرير قضاء الكرمة الواقع شرقي الفلوجة من سيطرة داعش، وتأمين العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط وجنوب العراق. اليوم بدأت قطاعات تتحرك باتجاه أهم منطقة للعدو، اللي إذا الله سبحانه وتعالى مكننا أن نسيطر عليها راح نحجز القرم، ومنطقة استراتيجية تحجز القرم عن الفلوجة، والفلوجة تكون محاصرة تقريبا بشكل يعني شبه كامل. وكشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة عن اتفاق روسي أمريكي إيراني يقضي بتسليح 4000 مقاتل سني لخوض معركة تحرير مدينة الفلوجة العراقية من عناصر داعش إلى جانب قوات الجيش العراقي. وأكد المتحدث باسم التحالف ستيف وارن أنه لن يكون هناك أي دور لميليشيات الحشد الشعبي في المعركة ولن يدخلوها، وتنحصر مهمتهم في البقاء عند أطراف الفلوجة. بقى سلاحهم وعتادهم مثل ما تقول، حاجبنا سلاحهم وعتادهم، هاي دورتاتهم، هاي أسب جنائي شردوا قدامنا والله مثل غير مسويناهم. وفي زيارته الثانية لعمليات الفلوجة منذ انطلاقها قبل 4 أيام مصحوبا بعدد من القادة السنة، شدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على أهمية وحدة العراقيين ونبذ التفرقة، وعلى الحذر ممن يحاولون إثارة الطائفية ومن يحاولون إنقاذ الدواعش. وطمأن العبادي لأن قوات الحشد الشعبي السني هي من ستقود معركة تحرير الفلوجة جنبا إلى جنب مع الجيش العراقي. بعد 71 عاما على الكارثة البشرية بسلاح أمريكي، الرئيس الأمريكي باراك أوباما في هيروشيما. بعدما أصبح أول رئيس أمريكي يزور مدينة هيروشيما اليابانية التي تعرضت لقصف نووي نفذته الولايات المتحدة عام 45 وأدى إلى مقتل الآلاف وتدميرها كليا، تجنب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاعتذار إلى اليابان في خلال كلمته التي ألقاها بعد وضعه إكليلا من الزهر أمام نصب ضحايا القنبلة الذين سقطوا قبل 71 عاما. Now, as you know, this afternoon I will visit Hiroshima. لماذا جئنا إلى هيروشيما؟ جئنا لنفكر في قوة مروعة أطلقت في ماض ليس ببعيد. جئنا حدادا على الموتى، أرواحهم تخاطبنا، يطلبون منا النظر إلى دواخلنا لندرك من نحن. العالم تغير إلى غير رجعة، لكن اليوم سيمضي أطفال هذه المدينة يومهم بسلام، ويا له من أمر لا يقدر بثمن. وصافح الرئيس الأمريكي الناجين من الكارثة ووقف دقيقة صمت أمام الصرح المقام في ظل مبنى مدمر ما زالت بعض أجزائه صامدة ترحما على الموتى، قبل أن يفسح في المجال لرئيس مجلس الوزراء الياباني شينزو آبي. وختامها مع رامي الأمين. سعيدة، الصورة اللي عم تشوفوها على الشاشة هي للشهيدة وفاء نور الدين اللي استشهدت سنة 1985 بأيار بعملية قامت فيها ضد دورية لعناصر من جيش العميل أنطوان لحد بمنطقة حد حصبية. الحزب الشيوعي اللبناني بمناسبة عيد المقاومة والتحرير علق صور للشهيدة نور الدين ولافتات بتهني الجنوبيين بالعيد، بس في حدا خزق الصور وخزق اللافتات، مين يا ترى؟ مسؤول الجنوب في الحزب الشيوعي اللبناني علي الحاج يرى أن من قام بهذا العمل هم خفافيش الليل. خفافيش الليل؟ كيف يعني خفافيش الليل؟
هلا فهمت. سرب من خفافيش الليل فات باللافتات والصور وخزقهم، منطقية خصوصا انه المسيطر على المشهد بجنوب هو كريستوفر نولان. اصلا في كتير ناس ما بيعرفوا هاي المعلومة، بس في مشاهد من فيلم باتمان اصلا مصورة بالنبطية. خلونا نرجع نسمع شو قال مسؤول الحزب الشيوعي بالجنوب لموقع الجديد، مين خزق الصور؟ مسؤول الجنوب في الحزب الشيوعي اللبناني علي الحاج يرى أن من قام بهذا العمل هم خفافيش الليل وعملاء العدو الإسرائيلي وأعداء شهداء المقاومة. عملاء إسرائيل؟ طيب ما زال في عملاء لإسرائيل وعارفين أنتوا أنه عم بخزقوا الصور وداشرين بيناتنا، ليه ساكتين ولا خير؟ طب حدا منكم يفز عند الرابط تبع حزب الله بالمنطقة ويخبره يقول له في عملاء لإسرائيل عم بخزقوا لنا الصور. ما معقول يضلوا العملاء هيك عم ينغلوا بيناتنا، يعني انه عم تكبوها على خفافيش الليل وعملاء اسرائيل. انا ما بعرف هيك حاسسكم كانه خايفين تقولوا انه اللي خزق الصور هو القوات اللبنانيه. قولوها يعني انه مين في غير القوات اللبنانيه بالنبطيه الفوقه. تصبحوا على خير. انتبهوا من زوار الفجر وعايجوا يخزقوا صور بالليل انتوا نايمين. قال خلفة فيش الليل، قال زعران القوات. كان في النشرة وزير الاتصالات يرد على افتراءات المر بالوقائع. طلب إلي السيد غبريال المر أن أعلن عدم وجود أي مخالفة في محطة الزعبي، فاعتذر لأنني كوزير الاتصالات لا أملك هذه الصلاحية. التيار الوطني يطعن في نفسه بجزين. هذا الطعن فيك تعتبره موجه نحو الداخل مش نحو الخارج، لأن الخارج بيعرف أنه خسران معركته 18. مولدات حارة حريك تولد احتجاجات. بده يفوت علينا كلنا، بده يلغي كل اصحاب المولدات هون، هو بده يسيطر على كل شيء. محاكمة جرب تنطبق على بدر الدين، وهي تلجأ كباقي المحاكم الى اجراءات محددة تستعين فيها بالسلطات اللبنانية. على نصب ضحايا هيروشيما إكليل ورد ولا اعتذار. وكان في النشرة دمشق تدق على الخشب. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.